يا شرقاوي يا رفيق، لازلنا على الطريق. يا شرقاوي يا رفيق، يا امير المؤمنين تعال تشوف الظالمين. يا امير المؤمنين تعال تشوف الظالمين. تحيه واجلالنا الاعضاء المكتب الوطني للنقابه الديمقراطيه الصحه، تحيه واجلال. درنا هذه الوقفه الاحتجاجيه كندلو بها بواحد مجموعه ديال الخروقات، مجموعه ديال التجاوزات اللي كاينه في المستشفى بن رشد. هاد التجاوزات كنا كتبنا السيد راسلنا السيد المدير العام ديال المركز الاستشفائي، كنا راسلنا حتى السيد مهديه اللي هو والي جلاله الملك في جهه الدار البيضاء سطات، كنا راسلنا حتى الوزير. مع كامل الاسف ما كيتجاوب حتى شي واحد، ما كيصيفطوا حتى شي لجنه. حنا شنو بغينا؟ حنا راه هادشي حنا كنتخلصوا، خدمنا ولا ما خدمناش، مي حنا تنقولوا حنا في خدمه المواطن. راك شفتوا جميع المنابر الاعلاميه، ما كاينش اللي ما كتبش على السبيطار، ما كاينش اللي ما صورش المعاناه ديال المرضى. فين غنوصلوا؟ اشنو بغينا؟ فين بغينا نوصلوا؟ راه الحق في الصحه هو حق دستوري. راه الدستور ديال المملكة تيقول لك الولوج للقطاع العمومي حق دستوري، راه ما عندكش الحق ترجع شي مريض كيما بغى يكون. حنا نعطيكم مثال، مريض 3 شهور مسكين هو كيتسنى، 3 شهور هو تيتسنى، ورجلي خماجلي غادي فعوط الإدارة تمشي دير واحد البحث علاش كيفاش هاد السيد 3 شهور هو تيمشي ويجي، تيجي وتيقول لك علاش عالجتيه؟ ولا ما نعالجوش اش غنديروا ليه؟ وتيقول لك لا راه ماشي مستعجل. واش استاذ عنده 27 عام ديال الخدمه عاد تقول لي واش هذا ديال الانعاش ولا ماشي ديال الانعاش؟ بالعكس، راه خصك تحييه، تقول اسيدي انت جيتي اعتقتي سيد خارج بفيديو تيسب في السبيطار، كيسب في المنظومه الصحيه. وحنا هاد الشيء شنو هو؟ هذا راه توجه حكومي، هذا الشيء راه ورش تلقوا صاحب الجلاله نصره الله، والله يشافيه من هذا المنبر اللي قال لك خاص ضروري خاصنا نهضوا بقطاع الصحه. هذاك الشيء اللي كنسمعوه عليه راه حشومه هذا الشيء. دوك حنا خصنا نبداو بشويه، حنا ما عندناش عصا سحريه اللي غادي هذا الشيء غيتقاد دي جوغ لوندوما، ولكن خصها تكون عندنا النيه باش نقولوا هذا الشيء راه ما خدامش ونبداو خدمه من الاول. حنا كنطالبوا من الجهات المختصه باش تدخل وتكون واحد ربط المسؤوليه بالمحاسبه اللي كينادي بها عاهل البلاد، ويكون شي واحد اللي غادي يمشي مع التوجه الحكومي. الا الحكومه في جهه والمسؤول في جهه، وما غاديش نزيدوا القدام. وحنا شكون اللي غيضيع؟ راه المواطن اللي غيضيع. حنا هادشي حنا راه كلينا العصا على ود المواطن، دونك حشومه هادشي. وحنا بقينا في المرفق العمومي، ما حنا انا استاذ نمشي دابا من غدا نخرج للقطاع الخاص ما يخصني تا خير، ولكن بقيت باسكو عزيز عليا بلادي وباغي نخدم المرفق العمومي. خص هاد الناس يخليونا نخدموا، اللي ما بغاش في هذا التوجه خصو يمشي في حالاته. وشوف المنظومه كلها خصها اعاده النظر، واعاده النظر اول حاجه شنو خصنا؟ خصنا بعدا اون دوا بخوندغ كونسيونس، خصنا نعرفوا بان حيت باش الدواء خصك تعرف راسك واش انت مريض بعدا. الا كتقول انا ما مريضش راه ما يمكنش الدواء. حنا كاين خلل. حنا هاد الاختلالات قلناها ووثقناها وعطينا ميم الاسماء، عطينا الاسماء النقابه، خرجت الاسماء عطاتها للوزاره، قالت لهم الله يرضي عليكم جيبوا المفتشين، حنا هاد المفتشين حنا نوريهم فين يقلبوا، حنا يجيو عندنا، حنا في البلاغات فيهم السميات ديالنا وفيهم الهواتف ديالنا. قلنا لهم يجيو يقلبوا يعرفوا شنو كاين. راه لا يعقل بان وزاره الصحه كتمشي للدريوش وتمشي لك للداخله وتمشي الوغ كو كازا الي ا اونور دو غوت، هذا ما تجيش. حنا في هذا 10 سنين ما عمرها ما جات شي لجنه، جات واحد اللجنه واحد السيد الله يرحمه انتحر، مي من غير داك الشيء ما عمرها ما جات شي لجنه تقلب اشنو واقع. وحنا شي خدمه المواطن، حنا ما غنديروا لا صداع لا والو. حنا اش قلنا؟ المريض مسكين يجي يدخل يداوى، واش هذا الشيء ماشي معقول؟